بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد صباحكم ويسعد مساكم يا رب. جمعة مباركة إن شاء الله. اليوم طبق كمان طبق أنا مثل ما تعودنا. طبق اليوم طبق كالعادة، طبق مميز، طبق مرتب، طبق ولا أحلى ولا أروع ولا أطيب من هيك. اليوم نحن رح نعمل اليوم طبقنا اللي هو طبق قارب الباذنجان أو الباذنجان. القارب الباذنجان هو بكامل معنى الكلمة فوائده ولا أروع ولا أحلى من هيك. فوائده بخضرته، بالشيء اللي بقلبه، بالترتيب اللي احنا مزبطينه هلا حنتفرج عليه ونحن مشتغل فيه. طبق ما حياخد معنا 3 ساعة لل 25 دقيقة، بس حياخد حيترتب معنا بطريقة كتير حلوة. أساسيته هو البتنجان الرومي وباقي ما تبقى الخضار. ممكن ينعمل باللحم المفروم، ممكن ينعمل بالفراخ، وممكن ينعمل خضرة وبس. نحن اليوم حنعمله خضرة وبس. اليوم حنتفرج شلون بده يصير معنا. أول شيء رح ناخد المقادير على الشاشة وبعدها حنكمل المشوار. لو سمحت استاذ الكريم. ماشي حبيب قلبي. طيب هلا احنا بما نطلع الهواء حنقول احنا المقادير. طيب في عنا حبه باذنجان رومي. ماشي يا حبيبي. حبه باذنجان ايوه تماما. حبه باذنجان رومي، في عندي كوسه متوسطه الحجم حبه، واحد حبه جزر، عندي بصله ناعمه، عندي اثنين حبه فلفل الوان، عندي حبتين طماطم او ثلاثه اوكي ماشي، واحد ملعقه صغيره ثوم مفروم، وفي عندي صلصة طماطم، وفي عندي كمان زيت نباتي، وعندي حبة كابوتشا وحبة خيار، وعندي فلفل أسمر، وعندي جبنة موزاريلا. طيب اليوم الطبق مميز، الطبق ولا أحلى ولا أروع من هيك. طبعا بداية الأمر شغلنا هيك حيكون بطريقة مميزة هنتفرج عليها. إذا بدنا نضيف لحنا مثل ما تعودنا دايما ومنقول دايما لحنا، إذا حبينا لحنا مثلا على سبيل المثال نعملها بالفراخ، بنعمل مارينيه للفراخ مثل ما تعودنا. انا كذا مره عملت مارينيه قدامكم، وممكن نشتغل فيها طبعا مارينيه للفراخ، وبعد ما مارينيه للفراخ نقطعها يعني براويز صغيره وننزلها مع الخضره، بتعطي طعمه ولا اروع من هيك. طبعا انا عندي اول شغله البصل، عندي البصل طبعا انا بدي افرم البصل، لا هو ناعم كثير لا هو ناعم كثير ولا هو خشن كمان. انا بدي استعمله يعني البصل بدي انا اخده بطريقه يعني متوسط، ما بدي يكون ناعم كثير ولا بدي خشن. طبعا احنا بما تدبل البصل حننزل خضرتنا كلياتها، وبالاخير احنا بنشتغل بالخضره او بس نخلص خضرتنا اخر شيء بنعمل القارب، اللي قارب الخضار، قارب الحب، القارب اللي هو ولا احلى ولا اروع من هيك. هلا احنا قدامنا مثل ما شفنا اخذنا البصله، حمينا الزيت واخذنا البصله، نزلنا البصله، اخذنا البصله فوق البصله مثل ما تعودنا دائما رشه ملح، ومنبلش نحن نحرك البصلة، نبلش نحرك البصلة، نهدي النار شوي صغير مشان ما تلتلع بصلتنا. طبعا مما تدبل البصلة نبلش ناخد أقسى شيء بشغلنا اللي هو الجزر. ناخد الجزر بشكل طولي، ناخد الجزر بالشكل هاد، طبعا حبة جزر واحدة ما بدنا أكثر من هيك، ناخذ حبة جزر. طبعا احنا ننزل قاسة بقاسة لحتى نوصل. اليوم طبق على فكرة طبق فن، قطع حشوفوها لبس يخلص الطبق، طبق روعة بيطلع. مثل ما قلت لكم بنشتغل براويز صغيرة مشان نحط الحشوة ونظبطها بقلب الباذنجان اللي هو الباذنجان الرومي. بدنا نعمل باذنجان رومي، هو عبارة عن قارب نعمله قارب. هي حبة جزر بننزلها فوق البصل فورا مشان تتسوى معها بهالطريقة الحلوة هي، بنحركها حركة صغيرة مشان
تنزل معها. شايفين حشوه الباذنجان. في عندي الكوسه لانها مثل ما حكينا البصل اول شيء، جزر لانه قاسي، وبعده مباشره الكوسه، وبعده مباشره الكوسه بناخذ قلت لكم هو قارب الخضار، وممكن يكون قارب الفراخ، وممكن يكون لحمي اذا حابين كمان، ما عندنا اي مشكله بالموضوع هذا. نحن شو الطريقه اللي بدنا اياها بعكس امبارح؟ امبارح مثل ما تفرجتوا وشفتوا امبارح اشتغلنا شغله امبارح اللي هو شغل العرب. امبارح كنا امبارح بالباميه الثرود اشتغلناها امبارح بطريقتنا، طريقة الشيف عبد الناصر اشتغلناها. طبعا بدنا نحرك مشان نلاحق الموضوع احنا ما يلتدي هالشيء. هلا في عندي اخر كوساي، يا سلام ويا عين. طيب بننزل الكوسه بعدها، نحن عم نخلي وقت دقيقه على الماشي لبين ما شو يتسوى بطريقه كله يطلع روح وحده. بنحرك كمان البصل مع الكوسه مع الجزر. هلا بدي فلفل الوان، فلفل الوان، ناخذ الفلفل الوان كمان بالطريقه هي اللي هي شرايط، وبعدين بنقطعها على شكل براويز صغيره او مربعات صغيره بناخذها. بالطريقه الحلوه المرتبه هي انا بدي اياها براويز صغيره كمان فوق هون. دائما بنحرك. طبعا هلا حنملح وحنحط الفلفل تبعنا مثل ما انا شايفين. انا حابب اخذها على فكره، يعني انا بدي اخذها قطعه وبدي اقطعها غير الاعتيادي، يعني ما بدي اكون مقطع قبل الهواء وشغل يعني قبل الهواء، لا بدي اشتغلها قدامكم لانه الاكل انا من عشاقه بصراحه، اكله مفيده جدا. وممكن اذا حبينا مثلا على سبيل المثال بطاطس براويز شغال، شو بدنا نحط بالقارب هذا؟ قارب الباذنجان او الباذنجان الرومي، شو بدنا بقلبه بنحطه بنظبط ومرتب الامور اللي بدنا اياها نحن. يا سلام ويا عين. بننزل الفليفلة كمان تقليبة صغيرة، كله عم يتسوى مع بعضه، كله عم يتسوى مع بعضه. طيب في أنا عندي حبة طماطم، راح أخذ حبة طماطم أقشرها، شيل القشر تبعها، هي أهم شغلة، بدي شيل قشر الطماطم. وبعد ما نشيل قشرها بدنا نفرمها. حتى القشره بدنا نحاول نستفيد منها، ما بدنا نرمي القشره كمان، ممكن نستفيد منها بشغل شيء ثاني يعني كمان. القشر ممكن نستفيد منه برسمه، بشغله حلوه، نعمل ورده، نعمل شيء شغله تكون كمان مميزه انها كمان تطلع شغله روعه. الطماطم اذا حبينا نعملها كونكسيه كمان شغال، اذا حبينا نعملها كونكسيه اللي هي الطماطم المسلوقه كمان شغال. بنخلي هيك قدامنا بس نحركها. بدنا نشكل مطبخنا شوي، يوم بدنا نعملنا أكلة عربية، يوم بدنا نعمل أكل لأهل المدينة، يوم غربي. كل يوم بدنا نعمل شغلة يكون مطبخنا إن شاء الله، إن شاء الله مطبخ دريم اللي هو مطبخكم، مطبخ مميز بأكلاته،
ميز طريقه شغله. القشره حنخليها على جنب عندنا هون، وراح نجي ننزل الطماطم بعد ما قطعناها وقشرناها. هلا صفى عندي مكونين او ثلاثه، اللي هو واحد الثوم. انا بنزل الثوم، وبعد الثوم بدي ملح صح، وبعد ما ملح الفلفل الاسمر، وبعدين اخر مكون بالخلطه تبعنا اللي هي صلصه الطماطم. الريحه، ريحه الخضار مع الثوم روعه روعه، ولا احلى ولا اطعم ولا اطيب من هيك. نخليها على النار تشتغل بقى، ونبلش نعمل شو؟ نعمل القارب تبعنا. نعمل القارب تبعنا. القارب تبعنا اللي احنا عباره عن فتحه، بنعمل فتحه هيك بالبيتنجاني، وبعدها بنزل بالسكين انا لحتى اخذ هالشكل هذا، وبعدين بنبلش شو؟ نقورها. بلش شو؟ قور البيتنجاني لحتى اخذ الشكل اللي بدي اياه انا. ضل قورها لقيم قلبها. يا سلام روعة. ها خلصنا. قمت قلب البيتنجاني، قورت البيتنجاني، البيتنجان الرومي قورته بطريقة انه ها. اذا حبينا، اذا حبينا ناخد، اذا بدنا ناخد الـ انا اسف اخذ القلب استعمله، اوكي شغال، ما بدي، هاي حريه شخصيه يعني. هذا الموضوع هو الشيء اللي بدي اياه انا. هيك قورت البيتنجاني انا، القلب ما بدي اياه، حرك شوي صغيره بس. يا سلام. انا اخذت القلب عندي هلا، هلا بدي احطها على صينيه وبدي ادخلها الفرن. في شغله صغيره، انا حبيت اظهر الوان الخضره اللي بقلبها، وشكل الصحن وكحله بطريقه حلوه، طريقه مرتبه، طريقه ولا اروع ولا احلى من هيك. في عنا شغله صغيره بدي لكم اياها، موضوع اختياري انا اليوم. شوف انا بحط بالمكونات بعض الشغلات، بعض الاحيان ما بتلاقوها على يعني ما بتلاقوا من الزر بالاطباق قدامي، مثل الجبنه، ممكن جبنه رومي، ممكن جبنه موزاريلا، ممكن شغال كمان اذا بدكم تحطوا وهي فايت الفرن ماشي شغال. بس اليوم انا رح خلي الالوان ظاهره شوي صغيره، الالوان تكون حلوه ومرتبه. هلا رح اجي احشي حبه الباذنجان مشان بلش شو ساوي الطبق تبعي. جاهز طبقي انا باخذ بالطريقه هي، بحط انا الحشوه تبعي مستويه كلياتها، منغنغه كلياتها. ممكن نحط اذا بدنا على وشها جبنه موزاريلا او جبنه رومي، ممكن اذا بدنا، ما بدنا كمان حريه شخصيه. طبعا كم حبه باذنجان بدنا نعمل؟ بنعمل خمسه سته، بس اليوم حنعمل حبه واحده. احنا حنعمل حبه اليوم، ورح نجي ندخلها الفرن. رح ادخلها الفرن قدامي هلا هيك. خليها بالفرن بما نخلص طبقنا. هيك الحله تبعنا لحنا، خليها تحت لبين ما نخلص الشغل اللي عم نشتغله. هلا بدي ظبط الطبق اللي انا بدي اقدم فيه، الطبق اللي بدي اقدم فيه اللي هو قارب الباذنجان. انا بخلي جنبي طبق هيك يسع يكون مرتب. في عندي الكابوتشا، عندي الكابوتشا او الخس او اي شيء احنا نحطه طبعا هو فرشه، احنا بنقول فرشه بنحطها تحت الباذنجان بس يطلع من الفرن، وبنحط خضرتها بجنبها اذا حابين احنا ناكل بالطريقه اللي احنا بدنا اياها.
انا الكابوتشا مقطعها منظفها خاسلها مجهزها بطريقه انه دغري فورا ممكن احنا ناخذ هيك. بدي الوان. سبحان الله بيقولوا العين بتاكل قبل التم، العين بتاكل قبل التم مثل ما انا شايفين احنا هيك، مثل ما انا شايفين انا قطعت الكابوتشا. بعد الكابوتشا في عندي حبه طماطم، بقطع حبه طماطم عندي بقطعها مشان لي بركي اول شيء. او انا بحكيها بصراحه يعني زيني اول شغله يعني كرنشي للطبق، والشغله الثانيه كمان يعني اذا حابين ناكلها مع مع طبقنا اوكي شغال معنا ما في اي مشكله بالموضوع هذا. بقطعها انا جوانح للحبه الطماطم، احنا بنقول بندوره بالسوري، ناخذها بالطريقه هي نفردها على طبقنا بالطريقه الحلوه هالطريقه المميزه. كمان تاني نفس الشيء كمان، وبعدها بنكمل بقى بقيه اغراضنا بنظبطها. نفردها بنفس الطريقه بعكس الطريقه اللي مشتغل فيه. طيب انا راح اخذ حبه خيار كمان، راح اقطعها بشكل طولي بالطريقه هي خليها جنبنا. انا خاسلها صح، معقم صح، لذلك انا بدي اخذها لون اخضر كمان معي، لون اخضر. ممكن افرشها بالطريقه اللي بدي اياها انا، ممكن اظبطها بالطريقه اللي بدي اياها. اخذ كمان حبه خيار ثانيه، نفس الشيء بالشكل الطولي كمان. مثل ما قلت لكم العين بتاكل قبل التم. ممكن اذا حابين مثلا على سبيل المثال نعملها طريقه ثانيه ممكن شغال، اذا حابين بالطريقه هي نشتغلها. المهم نزين طبقنا بالطريقه اللي بدنا اياها. طيب ماشي، وكمان نفس الشيء هون كمان نعملها، كمان نفس الشيء. انا عم خلي مكان بالنص مشان شو يجي القارب عنا يطلع القارب مرتب. طيب القشره احنا حطيناها على جنب، القشره عنا ممكن نبرمها على اصبعتنا ليطلع معنا شكل الوردي، شكل الوردي اللي بدنا اياها. نقعد نشتغل فيها هيك، نشتغل فيها بالطريقه الوردي، نطلعها بالموديل اللي بدنا اياه. نحطها هون جنبنا تمام هيك. طيب بقى شو بنحب نزين؟ جزر. طيب بما بس احنا عم نقطع ونشتغل ونكرنش الطبق بما يطلع القارب، قارب الباذنجان قدامنا يطلع. ومثل ما قلت لكم انا وحكيت لكم الموضوع الجبنه اذا حابين على وشها موضوع، هذا الموضوع عايد لكم شو بتحبوا ممكن تحطوا. ممكن نحط هيك، كمان بجنبها هيك. هيك صار طبقنا. طبعا خلينا نحط على جنب ونطلع صينية الباذنجان. الله،
احنا ناخدها بالطريقة هاي. طبعا مثل ما قلت لكم شايف اشكال واللون تبعها وترتيبها بالطريقة هاي. طبعا معنا وقت استاذي الكريم ندردش شوي ولا خلاص حبيب قلبي؟ ماشي يا روح قلبي. انا رح زبط الترابيزة هيك قدامي شوي صغيرة. يا سلام ويا عين. انا شو بدي بقى؟ دقيقة واحدة بس، بس دقيقة واحدة. انا بدي دردش كنت معكم بشغلة في يعني في عندي كثير من حبايبي على الفيس وعلى مواقعنا عم يطلبوا مني اسئله كثير بشغلات. طبعا جاي سؤال مشان موضوع مربى الفراوله. طبعا في كثير اسئله بس انا بسبب هالسؤال بدي دردش فيه لانه كثير انطلب مني كثير كثير مش شوي. مربيات الفراوله، مربيات الفراوله بما انه موسم الفراوله او قارب على الانتهاء، يعني موضوع الفراوله طيب بينتوا وقتنا خلاص، رح مندردش على موضوع المربيات الأسبوع القادم إن شاء الله، مندردش. وطبعا يعني الست أو المدام اسمها المدام ريما عم تتابعنا على الفيس وعم تسألني الأسئلة كتير مشان موضوع المربيات، حندردش الأسبوع الجاي فيها إن شاء الله. طبعا بنهاية برنامجنا صدقوني أنا بتمنى أقعد أطول وقت، يعني نعمل طباق ونعمل حلويات نشتغلك بس وقتنا شوي ضيق معاش سامحوني. على كل الأحوال إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الأسبوع القادم إحنا معكم. بنهاية الحلقة أنا بدي أشكر السادة المصورين والأستاذ المخرج الكبير الأستاذ عبد اللطيف والشباب كلياتهم اللي تحت، أنا بدي أشكرهم، بدي أشكر السادة المشاهدين. وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الأسبوع القادم معكم بطبق مميز، طبق ولا أحلى ولا أروع من هيك. مثل ما عودناكم دائما بالاطباق الاقتصاديه، الاطباق المرتبه اللي هي تكلفتها بسيطه جدا جدا. بكل الاحوال جمعه مباركه عليكم، وان شاء الله ان شاء الله الخميس والجمعه الشيف عبد الناصر معكم مطبخ دريم باذن الله.